الحكومة ترد على شائعة جديدة، الإنترنت الأرضي يمنع الدعم التمويني. المواطن صاحب الموبايلين ملوش دعم تمويني، ولو أنت عندك إنترنت أرضي ملكش برضو تمويني. شائعة جديدة دعم المواد التموينية ترد عليها الحكومة. الشائعة اللي انتشرت بتقول إن الحكومة هتحذف أي مواطن يمتلك إنترنت أرضي أو أكثر من نوع هاتف محمول من دعم البطاقات التموينية. أسئلة كثيرة كانت بتدور في أذهان المواطنين بعد تداول منصات التواصل الاجتماعي المعلومة الغريبة دي، لكن الحكومة أزالت اللغط وطمأنت المواطنين وقامت بتوضيح الأمور في بيان رسمي ونفت صدور مثل هذه القرارات، وأكدت استمرار مستحق الدعم التمويني في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، وأوضحت إن عملية الحث والاستبعاد من الدعم التمويني بتتم وفق معايير محددة ودقيقة ومعلنة بشكل رسمي، وطلبت المواطنين في تصريحات رسمية بعدم الانسياق وراء الشائعات.